السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وصحة، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله يا رب يرحم المهندس أبو أنس النجار ويسكنه فسيح جناته، اللهم أمين يا رب العالمين. إخواننا الله يبارك فيكم، أستاذ علي من لبنان الله يبارك فيه ويجزيه الخير، حب يتكلم في موضوع مهم، وهو الاستفادة للنحال من جميع منتجات الخلية، وإن النحال ما يعتمدش بس على العسل، يعتمد على حبوب اللقاح، يعتمد على غذاء الملكات، على إنتاج الملكات، على التقسيم، على الأعكبر، على سم النحل، يعني يعتمد النحال بشكل عام على كل ما تنتجه الخلية من منتجات. لأن ساعات ممكن النحال بيجيش نحله ويجهز نحله ومنتظر الموسم، وسبحان الله العظيم يأتي منخفضات جوية، يأتي ظروف خارجة عن الإرادة، الغطاء النباتي يكون مش ممتاز أو ضعيف، والنحال في الآخر يخسر موسم العسل. فالأستاذ علي مشكور الله يبارك فيه والله يجزيه الخير من لبنان، تكلم على منتجات الخلية بصورة مختصرة طبعا عشان ما يطولش على الإخوان اللي هيستمعوا، وطبعا الإخوان في لبنان ربما هيستفيدوا من الموضوع دوت استفادة كبيرة. الله يجزيه الخير طبعا، مشكور على المبادرة ديت وعلى الشيء دوت. وطبعا أكيد الإخوان سواء في الجزائر أو في المغرب أو في مصر أو بلدان كلها العربية طبعا بدون ما ننسى أي بلد، في منهم ما شاء الله شغالين أصلا على منتجات الخلية. أنا إخواننا لي أصدقاء كتير في المغرب ما شاء الله تبارك الله، بيركزوا في عملية إنتاج العقبر وإنتاج حبوب اللقاح بكميات ممتازة ما شاء الله تبارك الله. يعني كذلك عندنا في مصر اللهم بارك يا رب برضو ما شاء الله بينتجوا كميات كبيرة من حبوب اللقاح، بنستغل الشيء ده. فنتمنى الله يبارك في الجميع الاستماع للمداخلات بتاعت الأستاذ علي الله يجزيه الخير فيما يخص منتجات الخلية دي، هنستفيد كلنا من الشيء ده يعني. والله يبارك فيكم جميعا والله يجزيكم الخير. لو في أي استفسار ولا حاجة سواء الإخوان اللي هم من لبنان إن شاء الله نتواصل مع الأستاذ علي، أو أي استفسار آخر إن شاء الله يعني يتم الرد عليه. الله يجزيكم الخير والله يبارك فيكم، مشكورين شكرا جزيلا. محمد يعطيك العافية، كيفك؟ كيف أحوالك؟ إن شاء الله بخير. أخي محمد، يعني أنا حابب أحكي بموضوع محدد حتى اللي ما تكونش الأمور عامة وعمالي بتكون هيك شو بقولوا يعني واسعة كتير. حبيت أحكي اليوم بموضوع اسمه منتجات النحل، وهذه القصة يلي غايبة عن بال كتير من النحالين، ويلي عم نلاحظها نحن بحكم شغلنا هون بلبنان وقت اللي عم نعمل دورات بالمناطق، عم نلاحظ بانه كتير هي المسألة اساسية. اول شغلة اخي محمد عمالي بتصير معنا انه نحن بمناطقنا اثناء الدورات عمالي بينحكى او عمالي بيتبين انه الناس كتير عم تهتم بمسألة انه النحل هو العسل، يعني مرادف النحلة مرادفها العسل، وعلى هذا الاساس الناس كلها بتشتغل من السنة للسنة لحتى اللي تقدر تحصل شوية عسل لترجع تقدر تبيعهم. وهذه الأمور نحن بنعرف مسألة تحصيلنا للعسل مرتبطة طبعا دايما بالموسم، مرتبط بالمناخ، مرتبط بكمية الأمطار اللي بتنزل، مرتبطة مرات كتير بسعة المنطقة للنحل أو غيرها من الشغلات التانية. بما معناه أنه النحال صاير على طول دايما شغله مرهون بعدة عوامل، منها المناخ، كمية الأمطار اللي بتنزل، أثناء الموسم أو غيرها من الشغلات التانية. مرهون شغله النحال عادة، إذا النحل بيكون قوي والله مش قوي، إذا النحل بيقدر يجني عسل والله ما بيجني عسل، إلى آخره من الأمور التانية. وبالتالي هاي المسألة عم تنعكس على عمل النحالين بكل المناطق. لذلك حابب أن اليوم سلط الضوء على شغلة كتير مهمة وأساسية بتخلي كل النحالين يشتغلوا ويكفوا شغلهم بشكل كتير طبيعي، ودايما نوصل لمرحلة بتقول إنه النحل دايما مشروع ربحان منه مشروع بخسر. بيقولوا إنه النحل يا شباب
هو من أهم المشروعات يلي يستحيل إنها تخسر، لأن النحال الشاطر هو النحال يلي بيكون عمالي بيحافظ على نحله بشكل دائم، إن كان بالعلاجات إن كان بالتغذية، أوقات اللي بيكون ما في يعني أكل بالمراعي وغيرها من الشغلات التانية، ليقدر يحافظ على نحل بصحة جيدة ويحافظ على نحل عنده كمية غذاء تقدر تكفيه بمواسم الشتاء وغيرها من الأمور التانية. هلأ أنا بدي أحكي عن منتجات النحل يا شباب. منتجات النحل يلي مش عم ننتبه لها هي متعددة، وهيدي المنتجات كلها مهمة أكتر من العسل إذا بدك، وبنفس الوقت هيدي المنتجات مطلوبة أكتر من العسل، وهيدي المنتجات أسعارها ما في جدال عليها، وأسعارها ما حدا عمالي بنفسك فيها بالسوق. عددها بالبداية قبل ما أعدد هاي المنتجات بالبداية، بعدين راح أحكي عن كل شغلة بشغلتها. أولا مثلا عندنا نحن من منتجات النحل العكبر، وهي المادة تعتبر من أهم المضادات الحيوية اللي الله خلقها بالحياة. اثنين، عندنا حب الطلع أو خبز النحل إذا بدكم، أو حب اللقاح، وهذه المادة توازي الغذاء الملكي بفوائدها إذا بدك أنت تحسبها. ثلاثة، عندك أنت شيء ثالث بنسميه نحن الغذاء الملكي أو غذاء الملكي، يلي هذا يعني غني عن التعريف، وجرام غذاء الملكي له سعر محدد بحدود دولارين. أربعة، عندك أنت سم النحل، وسم النحل معروف بأنه من الشغلات النادرة ويلي يعتبر يعني بيوازي الذهب إذا بدك. أخيرا فينا نحكي عن شيء تاني، وهو مسألة تفسيخ وبيع الفسخ بشكل دي. إذا نحن هلأ جينا لننتبه راح نلاقي بأنه النحل مش بس عسل، يعني أنت قادر خلال السنة تعمل عكبر، والعكبر هذا صار سهل أنه نحن نشيله بوجود التطور الموجود بالمجتمع. عندك مصايد العكبر يلي أنا هلأ بس خلص هاي المحاضرة راح صورك إياها وتشوفها وكيف تستعملها، وقادر أنت من خلال مصايد العكبر أنه تعمل كيلو 2 كيلو 3 كيلو بالسنة، وبالتالي كيلو العكبر بيوازي بحدود 100-150 دولار. عكبر مادة تستعمل أو بيستعملها النحل لحتى ليه إذا بدك يسكر كل الفتوحات الموجودة بالصندوق. كمان مرات كتيرة إذا بتفوت حشرة على الصندوق بتلاقي النحل بحط عليها هذه المادة وبيحنطها وبتيبس داخل الخلية وما بتطلع ريحتها. بنفس الوقت نحن بنقدر نذوبها لمادة العكبر، إما بالألكول لحتى نقدر نستعملها كسائل، أو بنعملها بشكل معين نقدر نتناوله حب صغير. هلأ كمان بحط لكم إياها كيف ممكن نعمل الحب. هون قادر الواحد بالسنة يعمل له 4-5 كليات عكبر، بيعمل له 700-800 دولار أو 1000 دولار بالسنة، وهذه المواد مطلوبة بالخارج وبالداخل وما في عليها منافسة، وأسعارها مثل عم نقول مضمونة وخيالية. خبز النحل أو حب الطلع أو إذا بدك اللي منسمي نحن حب اللقاح، هذا كمان يعتبر من أهم الأدوية الموجودة بالعالم، لأن نحن كلنا بنعرف أنه معظم الأدوية تتاخد من الأزهار، والنحل دايما بيجيب كل هذه الأزهار أو بيجيب كل هذه الحبوب اللي عم نحكي عنها، بفوتها على الخلية بحطها بالبيوت السداسية وبطعم الفرخ فيها والنحل فيها بشكل دائم. تخيل انت قداش في عندك ازهار بالطبيعه، قداش في عندك انواع ازهار بالطبيعه، وقداش هو ممكن يجيب. اذا نحن مثلا بلبنان يقال بانه عندنا بحدود 20,000 زهره، يعني انت عندك الاف الانواع من الازهار اللي النحل بيروح بيجيب منها حب طلع وبيخزنه بالخليه، وبالتالي نحن بنستفيد منه. تطورت الأمور إلى أنه صار عندنا كمان نحن طريقة نقدر نتصيد فيها خبز النحل أو حب الطلع بشكل دائم ونستفيد منه، وبالتالي بلا ما نروح نشتري نحن يعني من برا
حبطلعه مش عارفين شو اهميته قديش جوته او غيره، قادرين نتصيد ببيوتنا، وبالتالي حب الطلع ببلادنا حقه بحدود ال 14 15 دولار الكيلو. انت هون لو بتتصيد 200 و300 و400 و500 كيلو ما راح يهدوا عندك، لانه كل الناس عم تطلبه، ان كان كغذاء لإلها خاص او ان كان لحتى اللي ترجع تحطه للعجينه للنحل وغيرها من الشغلات الثانيه. اذا هذا مصدر تاني انت قادر تطلع منه. من النحل فيك تشيل اذا بدك بشكل طبيعي بالسنه بحدود الكليان 3-4، يعني خلينا نحكي كحل وسط انه فينا نشيل 3 كيلو حب طلع نحن بالسنه من الخليه. اذا انت عندك 100 خليه بس، يعني انت قادر تشيل 300 كيلو طلع، 300 كيلو حقن 4500 دولار، هذا موسم لإلك. ثلاثة، وهون بدنا نحكي عن شيء اسمه سم النحل. سم النحل يا شباب هذا في قطعة زجاجية بتحطها بقلب الخلية، طبعا هيدي منظمة لتكون على قاعدة انه تنتج سم النحل، تحطها بقلب الخلية، وبالتالي بس تحطها بقلبها النحل بينزعج منها، ببلش يعقصها وما بيموت، بصير يضربها بشكل دائم بعقوصه، بينزل كمية وبالاخر بيتحول لبودرة او غيرها. هذه كمان حقها ذهب، يعني مش شيء قليل، بكل العالم بيطلبوها منها. وهون ما نجي للغذاء الملكي. الغذاء الملكي شباب كمان هذا مهم، وهذا انتاج سنوي. فيك تنتج اذا عندك انت مثلا كمية نحل تنتج لك 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو حسب اهتمامك بالنحل وحسب شغلك بالنحل. وبالتالي انت بتعرف انه جرام غذاء الملكي حقه 2 دولار، يعني اذا انت بتنتج 4-5 كيلو، يعني انت عندك بحدود 4-5 آلاف 10 آلاف دولار. هولي كمان ما حدا بينافسك عليهم، لانه الغذاء الملكي غذاء مهم كتير للانسان، غذاء كتير مهم للانسان، للبذرة، للذهن، لنشاط الإنسان، لكل الشغلات ممكن إحنا نستعمله فيها. ثم ننتقل لآخر شغلة بدي أحكي عنها، يلي هي منسميها نحنا عادة، هيدي منسميها نحنا التفسيخ. مرات ببلدان بسموه شلح، مرات بدول تانية بسميه فسخ النحل إلى آخره. يا أخي أنا بلا ما ظل ناطر كيلو العسل لحتى يطلع، وهات يطلع هات ما يطلعش، بروح بعمل من الأفير الواحد بعمل منه أنا 3-4 فسخات. 3-4 فسخات إذا بعتهم على 50 دولار الفسخة بعمل لي 300-400 دولار أو 200-300 دولار، يعني 200 دولار بالحد الأدنى. إذا أنا على 50 دولار عملت 4 فسخات بعمل 200 دولار من الأفير، وبالتالي إذا كل خلية بتعمل لي 200 دولار فسخ. وهيك كمان أنا مش عم بنطر العسل. إذا لاحظوا كيف إنه نحنا عمال بنشتغل على قاعدة إنه بننتج بالسنة كتير منتجات نقدر من خلالها نقدر نستعيد عن العسل وعن مشاكل العسل. هذا ما بيعني انه انا ما بدي طلع عسل شباب، لا، ممكن اقسم انا نحله لاقسام، قسم بعمله للعسل بشكل دائم، قسم بعمله لزراعه يعني غذاء الملك وغيره، وقسم بعمله كمان لحتى اللي طلع منه عجبر وغيره من الشغلات الثانيه الى اخره. ننسى هون انه احنا عندنا مصدر او انتاج ثاني هو الملكات، انه انا لما بزرع لانتج غذاء ملكي بقدر ازرع لانتج ملكات، والملكات مطلوبه بشكل دائم على مدار السنه. لو بعت انت الملكه ب4-5 دولارات، لو جيت عملت نويات صغيره، هلا بحط لكم اياها، وهذه النويات الصغيره اللي عم بحكيك يعني عنها، صرت انت تعمل ملك، تعمل يعني النويه تحط فيها شويه نحل وتحط ملكات وتلقحها فيها وتبيع الملكه ب10 دولار ب8 دولار الى اخره، قادر انت بالسنه تعمل مبلغ كبير. إذا من هون أنا بقول إنه خلينا نكون محترفين، نتوجه للنحل بكل منتجاته ونتعامل معه على قاعدة إنه شو فينا نستفيد منه، بنستفيد منه، ما نتوقف عند العسل بس، مع إنه كمان مهم العسل ولازم نحن شو ننتجه. رح أحاول أنا بفيديو صغير فرجيكم على كل الشغلات اللي حكيتها، من مسألة مصايد العكبر لمسألة مصايد حب الطلع ل زراعة الملكات وغيرها من الشغلات التانية. يعطيكم العافية شباب. رح احكيكم هلا عن اول شيء مصايد العكبر. هذه مصايد العكبر، طبعا في انواع منها، هذه واحدة منهم، هذه واحدة منهم اذا بتلاحظوا، بس نعملها للمصيدة، بنحطها بالبراد 24 ساعة او 6 ساعات حتى لي تيبس منيح، بنفتها وبنستعملها، يعني بناخذ العكبر منها. هذه اللي عم نحكي عنها المصايد التانية، هذه بنحطها على الصندوق
على قفير النحل بنحط خشبي هون، خشبي هون، خشبي هون، خشبي هون، بنحط الغط عليها بصير يفوت الهواء، بيضطر النحل يعبرها وبيمشي الحال. هي واحدة. اثنين، هذا حب الطلع اللي قلت لكم عنه، هذه مصيرة حب الطلع اللي هو كعب الأبي مايا. هذا بنقدر مثلا إذا كنا عم نداوي نعرف قديش عندنا كمية بروة من تحت أكيدة. اثنين، هذه المصيدة إذا بتلاحظوا ذات أوجه متعددة، أولا بتفيدنا لأنه بضل النحل يتهوى. اثنين، هذه بنشيل حبة طلع من هذه الصينية من تحت، بنتصيد بهذه الطريقة وبنقدر نوقف الصيد بهذه الطريقة. هلا أما مسألة غذاء الملكة وكيف نحن بنزرع لننتج ملكات أو لننتج غذاء ملكة، لاحظوا هذا واحد من البراويز اللي موجود حدي هلا بالمحل. عندك انت هذا الحامل، عندك هذا المحمول، هذا الكأس، وبالتالي هولي عم تنتج غذاء ملكي. في عنا نحن هلا هيدا شو اسمه اللي بيكون فيه 33 وحدة موجود بالسوق، كمان ممكن انت تحطه اكتر لحتى تنتج غذاء ملكي اكتر. اذا بهالطريقة بكون انت عم تنتج غذاء ملكي، عم تنتج عكبر، عم تنتج انت حب طلع، ومش بحاجة اذا بدك انت توصل لمرحلة حتى لو ما طلع عندك عسل بيمشي الحل. يعطيكم الف عافية. اكبر شباب، لاحظوا كيف احنا مرات بنعمله، يعني مرات كتير نحن لانه مش عم نذوب او شيء، حتى ما بدناش نستعمل الكول او غيرها، نعمله حبيبات صغيرة او حبوب صغيرة مثل هاي، وبالتالي صرنا ناخذ الحبة من الصبحيات. يعني قادر انت مثلا هاي الحبة، هاي الحبة تاخذها وتبلعها عادي، تاخذ حبة الصبح حبة عشية. هذا بنسميه نحن العكبر ونشتغل فيه بهيدي الطريقة.